انا اروح لخبر تاني. وقال فيه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في بيان رسمي تلاه امام النواب بشان الازمه الجاريه بين نقابه الصحفيين ووزاره الداخليه. قال من خلال استعراض الاحداث بيظهر ان الواقع او الوقائع واضحه، وهي وقائع تحكمها نصوص القانون ولا تحكمها اهواء السياسه، فنحن امام اوامر قضائيه واجبه الاحترام والنفاذ، ويتعين على الجميع عدم اعاقه تنفيذها، بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها، وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين من أجهزة الدولة وتقوم على أحد مرافقها. بحترم الدكتور علي عبد العال جدا جدا على هذا الكلام، وأضاف كمان أنه لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون النقابة ومجلس إدارتها داعمين لسيادة دولة القانون. واستطرد الدكتور علي عبد العال، ومن هذا المنطلق فإن استخدام العبارات مثل اقتحام او انتهاك حرمة النقابة هي تعبيرات تتضمن مبالغة لا تعبر عن حقيقة ما حدث، لان المكلفين للقبض على بعض المطلوبين للعدالة نفذوا القانون ولا يستلزم اذن لذلك.